Welcome to Learn English with Mr. محمد سعد. تعلم الإنجليزية مع مستر محمد سعد. تحت الفيديو ده هتلاقي صورتي، اضغط عليها. لما تضغط عليها تلاقي من فوق صفحة رئيسية الفيديوهات، قوائم التشغيل. اضغط على قوائم التشغيل هتلاقي الدنيا متنظمة. اختار الفيديو اللي انت عايزه، اختار الجرامر اللي انت عايزه، اختار الصف اللي انت عايزه. تحت الفيديو ده هتلاقي صورتي الناحية التانية، كلمة شراك لونها أحمر، اضغط عليها. لما تضغط عليها هتلاقي الجرس ظهر كده، اضغط عليه. لما تضغط عليه هتلاقي كلمة الكل من فوق أو all بالإنجلش، اضغط عليها. لما تضغط عليها هتلاقي الجرس عمل كده. معنى إيه الكلام ده؟ معنى إنك فعلت الجرس. You have activated the bell. When you activate the bell you have access to all our notifications. لما تفعل الجرس هيبقى عندك إمكانية توصل لجميع إشاراتنا. معنى إيه الكلام ده؟ معنى أي فيديو جديد إحنا بنعمله هيظهر عندك في الموبايل على طول لو أنت مهتم بفيديوهات التعليمية educational videos. النهاردة family and friends 6 unit 6 lesson 5. The title here is You've won a computer. وقلنا زمن الجملة دي إيه؟ مضارع تام. ليه مضارع تام؟ عشان فيه have أو has، تصريف ثالث للفعل. have أو has تصريف ثالث للفعل، يبقى زمن مضارع تام. بيعبر عن إيه زمن مضارع تام؟ بيعبر عن حاجة حصلت في الماضي وليها أثر في الوقت الحاضر أو مازالت مستمرة. خلاص؟ Like I can say، ممكن أقول I've just started my video. لسه بدأ الفيديو أهو. حاجة بدأت في الماضي وليه أثر أو مازال مستمر أهو لحد دلوقتي. تمام. يلا كده نشتغل مع بعض. طبعا You've already written what's on the board. أنت كتبت اللي على السبورة، كتبت الفوكاب. الإكسرسايز ده حليته، وبعد ما إيه تحله تختبر نفسك وتشوف إحنا بنحل إزاي وتستخدم طريقتي في الحل وهي إيه عجباك. تمام. وتتبع النصايح اللي إحنا بنقول عليها في حل إيه أي سؤال. يا ريت وانت بتقرا تكست عندنا النهارده لسون 5، وانت بتقرا كده هو اي كلمه صعبه استخدم قاموس وايه وطلع كلمات قبل ما احنا نقراهم مع بعض وايه ونكررهم مع بعض ونقراهم مع بعض. يا ريت ايه علشان لو انت عملت ده اي كلمه عمرك ما تنساها بعد كده، لانك انت بتبحث عنها، تسمعها كويس من ايه من الموبايل وايه وتبحث عن المعلومه حقيقي، عمر المعلومه ما تنساها ابدا. خلاص تمام. يس يلا كده هو ريبيت افتر مي. mathematical. mathematical يعني حاجة متعلقة بالرياضيات، رياضي. mathematical خلاص. مادة الرياضيات يعني ايه؟ mathematics او math الاختصار بتاعها. complications. yes complications يعني صعوبات. complications c o m p l i c a t i t i o n s اخيرها شان الشان تتنطق t i o n وفيها كلمة كات اهي c a t. تمام. بطلع كلمات جديدة من الكلمة، بحفظ كلمات جديدة. create. create يعني يخلق. c r e a t e c r e a t e ايه ده؟ ده فيها كلمة eat e a t يعني يأكل، وفيها الفعل ايه في الماضي بتاع eat ate اكل a t e. الكلمة اتحفظت خلاص. خلاص طلعنا اهو ثلاث كلمات من كلمة create، حفظنا ثلاث كلمات create و eat و ate. جميلة جدا. تمام. experimental. experimental يعني تجريبي. دي adjective صفة. مهم جدا تعرف ال parts of speech أجزاء الكلام. تعرف الكلمة دي عبارة عن adjective noun verb adverb preposition. مهم جدا تعرف الحاجات دي. مهم جدا تعرف synonyms للكلمة، مترادفات للكلمة. تعرف antonyms للكلمة يعني ايه عكس كلمة ايه. مهم جدا المناهج الجديدة كلها شغل ايه ده. تمام. create طبعا يعني ايه يخلق، طبعا ده فعل. و experimental يعني ايه تجريبي، دي صفة. experimental e x p e r i m e n t a l. تمام. cursor. cursor المؤشر اللي هو ايه لما نحرك الماوس هيبان مؤشر كده ايه بيتحرك مع الماوس ايه في الشاشه. cursor c u r s o r c u r s o r cursor. تمام. immediately. immediately في الحال يعني ايه at once. immediately ده ظرف طبعا، ظرف اغلب الظروف اخرها ال y. immediately i m m e d i a t e l y اغلب الظروف اخرها ال y، والظرف بيجي بعد الفعل وبيوصفه. الظرف بيجي بعد الفعل بايه؟ بيوصفه. تمام. huge. huge يعني very big يعني كبير جدا. ممكن اقول enormous يعني ايه ضخم. huge خلاص h u g e h u g e. تمام. it's an adjective صفة. الصفة بتيجي قبل الاسم وتوصف. مهمة جدا معلومات بقول عليها دي. تمام. president رئيس. president رئيس.
PREsidENT 3 3 3 3 3 PREsidENT انا حفظتها. تمام. ماركت ماركت يعني سوق. MARKET ماركت يعني سوق. تمام خلاص. عندي هنا هو ازاي اقرا التاريخ. ازاي اقرا التاريخ يا اولاد؟ اي تاريخ اي ديت بيجيني على طول اقرا الاول 19 مثلا سيبت يبقى ايه 19 17 وبعد كده عشرات احد. على سبيل المثال هنا 1964 19 الاول وبعد كده ايه عشرات احد. هنا 1751 وهكذا. خلاص قريت التاريخ سهلة جدا. يبقى 17 عشرات احد 1751. تمام. In your book here page 56 ماشي معاكو صفحة صفحة بيقول لي lesson 5 skills time reading قراءة. Number 1 look at the text. نص جميل جدا هنقراه. Look at the text. What was invented on these dates. ايه اللي اخترع في هذه التواريخ 1964 و1990. خلاص تعال نشوف بناء على قراءتنا للتكست ده نعرف ايه اللي ايه تم اختراعه في هذه التواريخ. تمام. نمبر 2 بيقول لي listen and read. استمع واقرا يعني شغل اسطوانه وتابع وانت بتقرا معايا دلوقتي. تابع التكست ده لو قعدنا فيه اسبوع مش هنخلص. هنطلع جرامر ايه, هنطلع سينونيمز وانتونيمز والكلمه دي معناها ايه ومعاني مختلفه ليها مترادفات ليها وانتونيمز يعني عكسها ايه. شغل كبير قوي قوي. تمام مهم جدا. يلا كده اهو نشتغل مع بعض. Computers fun facts يعني حقائق ممتعه عن الكمبيوتر. Who invented the computer? من اخترع الكمبيوتر؟ In 1833, a British inventor, Charles Babbage, made plans for a mathematical machine. يعني في 1833 في التاريخ ده يعني مخترع بريطاني اسمه تشارلز بابيج صنع ايه او عمل خطط رياضية ايه خطط لايه لآلة رياضية. It was the beginning of the first computer. كانت أول بداية لإيه؟ لأول كمبيوتر. Babbage spent 37 years trying to build his machine. But there were many complications and he died before he finished it. بيقول لي تشارلز بابيج ده قضى 37 سنة بيحاول يكون الآلة دي أو إيه يعملها لكن إيه كان في تعقيدات كتيرة قدامه وهو مات قبل ما إيه قبل ما إيه يخلصها. مات يعيني قبل ما يخلصها. The first computer was finally created in 1946. أول كمبيوتر اتخلق إيه أو اخترع إيه سنة 1946. It was called the small scale experimental machine. كان يسمى ايه الآلة ايه التجريبية ايه اللي هي اول آلة ايه تجريبية صغيرة. تمام. How big was the first computer? كان ايه حجم ايه اول كمبيوتر. The first computer was huge. اول كمبيوتر كان ضخم زي ما احنا قلنا huge يعني ضخم. It filled a large room and weighed over 30,000 kilos. يعني ملا أوضة ملأ أوضة كبيرة وكان وزنه أكتر من 30,000 كيلو. يا ده كان it was huge فعلا كان ضخم جدا كان مالي أوضة كبيرة خلاص وزنه أكتر من 30,000 كيلو. That's the same as 6 adult male elephants. يعني كان في حجم إيه نفس حجم 6 إيه أفيال بالغة أو كبيرة. Luckily يعني لحسن الحظ as technology has grown مع تطور التكنولوجيا computers have got smaller. مع تطور التكنولوجيا الكمبيوترات كل شوية ايه بقت صغيرة. Today you can even buy a computer that is the size of a small mobile phone. يعني دلوقتي تقدر تشتري كمبيوتر في حجم ايه الموبايل فون حجم الموبايل. Why is a mouse called a mouse? ليه الفارة اتسمت فارة. The first computer mouse was invented by Douglas Engelbart. يعني أول ماوس كمبيوتر اخترع بواسطة إيه عمنا دوغلاس ده. In around 1964 في حوالي إيه سنة إيه 1964. It was a little wooden box
on wheels that could move on and move and on screen cursor. يعني ايه؟ كان ايه؟ عبارة عن صندوق خشبي صغير كده بيتحرك على عجل. ايه لما تحركه طبعا ايه بيحرك الكيرسور اللي هو زي ما احنا قلنا المؤشر اللي بيتحرك في الشاشة. It was called a mouse because the wire that connected it to the computer looked like a tail. بيقول لك سمية بان هو فارة. ليه سموه فارة؟ عشان ايه السلك اللي متوصل بيه كان ايه شبه ديل الفار. Luckily لحسن الحظ a computer mouse is much smaller now. لحسن الحظ طبعا ايه الفارة ايه بتاعت الكمبيوتر دلوقتي ايه اصغر بكتير من زمان. And is usually made of plastic. مصنوعة ايه في الغالب من البلاستيك. However رغم من ذلك it still looks like the first mouse that was made. رغم من ذلك لسه ايه شبه ايه الفارة اللي صنعت ايه اول مرة. تمام. When did the World Wide Web begin? امتى ايه بدأت ايه شبك الشبكة العنكبوتية الانترنت الشبكة العالمية الانترنت امتى بدأت الشبكة دي؟ The World Wide Web was invented by Tim Berners-Lee. اللي اخترعها اللي اخترع شبكة الانترنت تيم بيرنرز-لي and Robert Callio. يعني ويه معاه روبرت كاليو in 1990 في 1990. It was immediately successful and in 4 years 50 million people were using it. بيقول لي في يعني ايه لاقت نجاح في الحال وفي خلال 4 سنين 50 مليون شخص كانوا بيستخدموها. بيستخدموا ايه شبكة الانترنت. Today billions of email messages are sent across the world every day. بيقول لي حاليا او ايه الايام دي خلاص مليارات من رسائل الايميلات الايميلات بتتبعت كل يوم عن طريق شبكة الانترنت. It is difficult to imagine life without it as the world wide web has changed the world. طبعا دلوقتي بيقول لك صعب نتخيل العالم بدون ايه انترنت. ليه او بدون الشبكة دي؟ ليه؟ عشان ايه الشبكة النت غيرت ايه العالم كله. How many computers are there in the world today? بيقول لي كم عدد الحاسبات الآلية اللي في العالم دلوقتي. In the early 1940s في 1940 يعني اوائل الاربعينات the president of the computer company IBM said I think there is a world market for about 5 computers. سنة 1940 مالك الشركة أو رئيس شركة الاي بي ام قال ايه انا يعني دلوقتي حوالي دلوقتي 4 حاسبات آلية موجودة ايه في السوق ايه في السوق دلوقتي 4 أو 5 حاسبات بس دلوقتي في السوق. However رغم من ذلك today there are more than a billion computers in the world. يعني ايه لكن حوالي دلوقتي حاليا في اكتر من مليار كمبيوتر ايه في العالم. Computers became much more important in the world than anyone ever expected. دلوقتي الكمبيوتر او الحاسب الالي بقى ايه اهم شيء يعني حاجة مهمة جدا في العالم يعني ايه اكتر من اي حد متوقعها. تمام. أرينا التكست يا ريت تقراها تاني وتذكرها كويس وتطلع منها الكلمات اللي انت ايه مش عارفها. تمام. Exercise 3 بيقول لي read again and match. اقرا تاني ووصل. طبعا this exercise is yours. Yeah. If there is any difficult thing لو في حاجة اي حاجة صعبة اشوف ده في الكومنتس على طول. تمام. We have an exercise here. Let's answer it together. اي سؤال يجي لك في امتحان تحل ازاي؟ ايه هي اسرار الحل في اللغة الانجليزية؟ اول حاجة افتح عينيا كويس ما مستعجلش اشوف المعنى اشوف الزمن اشوف الترجمة اشوف المفرد والجمع اشوف اللي قبلها واللي بعدها حركاتك يا هولندا تأثيراتك يا هولندا زغزغاتك يا هولندا. مهم جدا النصايح دي جميع الطلاب.
يلا كده نحل مع بعض عشان ما نضيعش وقت. اول سؤال عندي سؤال محادثه، احل محادثه ازاي؟ اول حاجه لو في جمله فوق اترجمها كويس، ما استعجلش، اشوف اطراف المحادثه مين، اقرا المحادثه 5-6 مرات على قد ما اقدر بس اراعي الوقت كويس. عفوا اراعي الوقت كويس، يعني ما اقولش مستر محمد قال لي اقرا المحادثه اقرا وهتحل امتى، خلاص اراعي الوقت كويس، يعني الوقت ما يسرقنيش. طبعا كل ما اقراها اكتر الدنيا بتفك معايا، كل ما اقراها اكتر الدنيا بتفك معايا، خلاص السؤال بيعرفني الاجابه والاجابه بتعرفني السؤال، ممكن جمله تحت بتعرفني معلومات فوق، المحادثه كلها مرتبطه ببعضها. يلا كده نحل مع بعض. سامي، يا في محادثه بين سامي وعلي، دخل شمال في علي بسؤال، علي I use the computer almost every day، بستخدم الكمبيوتر تقريبا كل يوم. سامي Do you enjoy using a computer، بتستمتع باستخدام الكمبيوتر؟ علي رد علي، سامي دخل في شمال بسؤال مش سايبه، طبعا علي رد علي قال له I use a computer for surfing the internet، طب لما الاقي ذا وراها كلمه بادئه بحرف متحرك تتنطق زي. سامي What kind of websites do you like best، ايه انواع المواقع اللي بتحبها اكتر حاجه؟ طبعا ايه علي رد علي، خلاص هنقرا المحادثه زي ما قلنا كتير. يلا كده نحل مع بعض عشان ما نضيعش وقت. سامي دخل شمال في علي بسؤال، هجيب السؤال ده منين؟ من الاجابه، ابص على الاجابه اقراها كويس. I use the computer almost every day، انا بستخدم الكمبيوتر تقريبا كل يوم، يبقى هسال ايه يا ربي، اقول ايه ده، في عندي every day وعندي يبقى اقول ايه، انا بستخدم الكمبيوتر تقريبا كل يوم، يبقى كم مره بتستخدم الكمبيوتر؟ بفكر واترجم سؤالي بالعربي وبعد كده انزله انجلش، يبقى ايه اللي طلع بره غصب عني؟ almost every day، تطلع بره مع السلامه، طري مع صفير مش نافع معايا. كم مره يعني ايه بترجم سؤالي انزل انجلش بقى، يبقى how often، انا بكون سؤال how often او how often، كم مره انا بكون سؤال، ايه قاعده تكوين السؤال؟ قاعده استفهام فعل مساعد فاعل فعل، تمام. طب في فعل مساعد في الجمله، ابص على الجمله في فعل مساعد، في ام في از في ار في واز في وير في كان في كود في شل في شود في ويل في وود في ماست، في افعال ناقصه مفيش، في هاز او هاف جاي وراهم تصريف تالت الفعل او جات مفيش، اعمل ايه؟ ايه الفعل المساعد اللي بجيبه من بره؟ يا دو يا داز يا ديد، هي دي الافعال المساعده اللي بجيبها من بره، خلاص ما اروحش اقول هي اي بتحول ار يو هاو اوفن ار يو، في الغالب هاو اوفن بيجي وراها دو او داز، في الغالب في الغالب يعني، خلاص تمام. يبقى هجيب دو ولا داز ولا ديد، ابص على الفعل هنا اهو، الفعل في المضارع، يبقى ديد طلعت بره وداز طلعت بره عشان الفعل مش في اخره ايه، مش اخره اس، يبقى هكتب على طول هاو اوفن دو، هاو اوفن دو، ارجع واحد تتحول يو، سامعكم بتقولوا كده، يبقى هاو اوفن دو يو وانا ماشي اكل use a computer، كم مرة بتستخدم الكمبيوتر؟ قال له I use a computer almost every day، تقريبا كل يوم. every day هنا دي يا ولاد ظرف مش صفة، لو صفة هتلاقيهم لازقين في بعض، لو صفة هتلاقيهم لازقين في بعض، ويجي وراها كلمة every day life على سبيل المثال، خلاص تمام. سامي دخل في شمال بسؤال، قال له Do you enjoy using a computer، بستمتع انك تستخدم كمبيوتر؟ طبعا اكيد من خلال قريتي المحادثة اكيد yes، يبقى اقول له Yes I do، مقصتك يا هولندا، Yes I do، ممكن اقول اجابة كاملة اقول Yes I enjoy using a computer، عادي خالص. سامي دخل في شمال بسؤال مش سايبه، هجيب السؤال منين؟ من الاجابة. I use the computer for surfing the internet، انا بستخدم الكمبيوتر عشان اتصفح النت، يبقى هيقول له بالعربي ماذا تستخدم الكمبيوتر لايه، انت بتستخدم الكمبيوتر لايه، يبقى ايه اللي طلع بره غصب عني؟ ها surfing the internet، مع السلامه طري مع صفير، الاجابه طلعت بره، يبقى ماذا يعني what، انا بكون سؤال مفيش فعل مساعد عندي، يبقى هجيب على طول do زي اللي فوق بالظبط، يبقى what do، ارجع واحد يو يوز وانا ماشي اكل يوز ذا كمبيوتر
ايه اللي بقى ايه اللي بيحصل ده؟ كمبيوتر مش فومبيوتر، انا هكتبه فومبيوتر. What do you use the computer? Yeah. For. انا كنت هكتب for، العقل هو بيقول كده، انا كنت هكتب for قبل كمبيوتر، يعني وانا بكتب كلمة for هي اللي لزقت في دماغي فكتبت for. ده تفسير تفسير ليها اكيد. اوكي هو ده اللي بيحصل. يبقى what do you use the computer for؟ بستخدم الكمبيوتر لايه؟ الاجابه منطقيه حسب السؤال، I use the computer for surfing the internet. تمام. What kind of websites do you like best؟ ايه انواع المواقع اللي بتحبها؟ مش سايبه داخل في شمال، بترجم السؤال كويس. ترجمته. يبقى انا بحب مثلا مواقع رياضيه، مواقع اي موقع، مواقع الاخبار، اي اجابه ممكنه. يبقى هقول ايه؟ وات كايند تطلع بره، اوف ويب سايت طبعا ايه تطلع بره، دو تطلع بره. يبقى اقول ايه؟ اي لايك نيوز اند سبورتس على سبيل المثال ويب سايتس، بحب المواقع دي. وحليت السؤال ايه؟ بطريقه سهله وبسيطه. خلاص تمام. We have another exercise here. Let's answer it together. نعمل ايه؟ Choose the correct answer. هنعمل ايه؟ واحدة واحدة. Number one. We aren't rich or famous. We're just public, available, ordinary people. بترجم الجملة. احنا يا عم ناس مش اغنية ولا مشهورين. احنا عبارة عن ايه؟ ناس ايه؟ ناس عامة. Public. طبعا لا مش نافع معايا. Available متاح طبعا مش نافع معايا، المعنى مش عايز ده. يبقى ordinary people احنا ناس عاديين، احنا ناس عاديين ولا مشهورين ولا ايه أغنية. تمام. يبقى we are ordinary people. تمام. Number two. You can find this story anywhere. تقدر تلاقي القصة دي في ايه؟ اي مكان. It's available public secret. انها ايه؟ It's ايه؟ secret سرية، المعنى مش عايز ده. public عامة مش ايه طبعا المعنى مش عايز ده. يبقى available متاحة لانك انت ايه ممكن تلاقيها ايه في اي مكان، يبقى متاحة available. تمام. number three. there aren't any cases complications complex it's very easy. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مفيش ايه ده، هي سهلة جدا. يبقى مفيش ايه complex، مفيش معقد، المعنى مش عايز ده. مفيش كيرسورز طبعا ايه، المعنى مش عايز ده خالص. يبقى مفيش اي تعقيدات complications. مع السلامة طيني مع صفير. يبقى ايه؟ اختار complications على طول. طبعا ايه كيرسور مش نافع معايا وcomplex مش نافع معايا. number four the last one here. the pyramids are very small tiny huge buildings. بيقول لي الاهرامات عبارة عن مباني ايه؟ small صغيرة، tiny صغيرة جدا، طبعا مش نافع معايا طريق مع صفير. يبقى huge. خلاص الله اكبر. وكده انتهى الفيديو بتاعنا من تعلم الانجليزية مع مستر محمد سعد. تحت الفيديو ده هتلاقي صورة الناحية التانية كلمة اشتراك لونها احمر، اضغط عليها. لما تضغط عليها هتلاقي جرس ظهر كده، اضغط عليه. لما تضغط عليه هتلاقي كلمة الكل من فوق او all بالانجلش، اضغط عليها. لما تضغط عليه هتلاقي الجرس عمل كده. معناها ايه الكلام ده؟ معناها انك فعلت الجرس. You have activated the bell. When you activate the bell you have access to all our notifications. لما تفعل الجرس هيبقى عندك امكانية توصل لجميع اشاراتنا. معناها ايه الكلام ده؟ معناها اي فيديو جديد احنا بنعمله هيظهر عندك في موبايل على طول. لو انت مهتم بفيديوهات التعليمية educational videos، واشوفكم على خير. Goodbye. مع السلامة.